القهوة هي حلاوة اليوم كله. القهوة حلوة سواء كان في الشتاء ولا في الصيف. يومك بدون قهوة مزاجك هيبقى خربان. يومك بدون قهوة مش هتعرف حتى تتمرن، ولا تعرف حتى تستوعب، ولا تعرف حتى تتركز. واحد من الناس بيقول لي مش شرط ان القهوة هي اللي هتظبط مزاجك، قلت له لا يا حبيبي، انا مدمن قهوة كعزوز، بقول ان القهوة هي حلاوة اليوم كله وهي اللي بتحسن من المزاج. وعايز اقول القهوة هي السبب في تحسين المزاج، القهوة هي السبب في التركيز، تعرف تركز في التمرين، رايح شغل رايح دوام كده. وعايز اقول اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. شكرا. يلا بقى اعملوا لايكات وفجروا لايكات، خلونا نوصل بقى لل 2000 مع السنه الجديده دي 2022. خلونا بقى نوصل للالفات بقى المشتركين بقى. يلا شكرا لكم.